الحقيقة بقى يا جماعة اهي مش الهبد ده، مسؤول سابق بالبترول قال لك حل الحكومة، كل الحلول اللي بتقدمها الحكومة لأزمات الكهرباء ضحك على الدقون، حلول غير مجدية. الحكومة عجزة وفاشلة انها تحل مشكلة الكهرباء. التفاصيل بيقول فيها الراجل كلام عبقري، بيقول لك فيه بقى، وهو مين ده؟ ده نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق اللي اسمه مدحت يوسف. قال لك استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء لن يكون مجديا لعدم قدرة سفينة التغويز النرويجية هوجاليون على ضخ أكثر من 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا للشبكات، في حين أن مصر محتاجة 6 مليار قدم يوميا. عزيز المواطن، الحكومة بتقول لك هتحل المشكلة أنها تجيب غاز مسال. طب احنا الغاز ده هنسيله وندخه في الشبكة المصرية بايه؟ بسفينة نرويجية. السفينة النرويجية دي هتضخ 350 بس، واحنا محتاجين 6 مليار في اليوم. هاتوا كده تاني، هات الخبر، خلي الناس تشوف وتتمعن عشان تشوف خيبتنا جاية منين. لا التفاصيل، احنا السفينة النرويجية اللي بنعتمد عليها سفينة التغويز هوجاليون بتضخ 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا للشبكات في مصر، في حين ان مصر محتاجه ضخ 6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا. إذن اللي حضرتك منتظره بلح ومش هينجح ومش هيغير مع حضرتك اي حاجه. سبحان الله، كان في زمان فيلم بيقول لك تجيبها كده تجيبها كده هي كده، السيسي يجيبها كده يجيبها كده هي فاشله كده. ليه؟ لأن في أقدام وفي ناس ربنا قال عنهم إن الله لا يصلح عمل مين؟ المفسدين. وبندعو المفسدين يشوفوا ردود الناس وبعض من صرخات الشعب المصري في الفيديو ده، شوفوا الناس بتقول عليكم إيه؟ يا مفسدين العصر، يا توافه، يا عولة على البلد وعاملين فيها بتفهموا. أنت علينا في الأصل تاني يا جماعة؟ أيوه الموضوع صعب. بابا بدأت تتوتر، ما اعرفش ايه اللي بيحصل، وانا عادي جدا واخده الموضوع ببساطه. عادي ايه يعني النور قطع واحنا في الاسانسير؟ ايام بنتعرض للمواقف دي بنفضل بيتها في الاسانسير الصبح، احنا مستنيين البواب ينزل الاسانسير يعمل اي حاجه. يا ريت اي حد يتحط في الموقف ده ما يتخضش ما يخافش، كده كده في اكسجين، في فتحات هنا اهي، اكسجين اهو، في فتحات هنا اهي بتدخل لنا هواء. ما نقلقش ما نتوترش، اهدي يا بطه، واحنا منتظرين البواب. يا ريس الكهرباء بتقطع 10 ساعات في اليوم يا ريس، اقسم بالله العظيم الكهرباء بتقطع عندنا 10 ساعات بالظبط، والنهارده نفس القصه. وفي ايه يا جدعان؟ وما عندناش اي حاجه تانية، مش قادرين نعمل حاجه، مغلوبين على امرنا. يقطع دلوقتي تاني ليه؟ محتاج افهم يقطع ليه دلوقتي. هو مش الثلاث ساعات بتاعتكم خدتوهم خلاص وقطعتوهم علينا؟ انتوا بتعذبونا يعني؟ يعني اضربونا بالنار، افصلوا عننا النت والغاز والميه، وفي ايه؟ هو احنا اسره؟ هو ايه المعامله دي بجد؟ انا مش قادره استوعب هو ايه اللي بيحصل لنا. ايه ده؟ هو ايه لو الدرع ده بتقطعوا علينا النور تاني ليه؟ ما خلاص الثلاث ساعات تمام قطعتوا النور علينا، تاني ليه؟ تاني ليه؟ ليه في الحر ده؟ ليه حرام عليكم؟ تخيلوا لما تبقى مدينه مصر كلها قطع، الناس ماشيه في الشوارع بالكشافات. يعني احنا ماشيين في شوارع، انا بقالي دلوقتي انا جاي من فوق من التجمع لغايه ما وصلت الحي السابع، والكهرباء قطع مرتين، واللي كانت قطع عندهم مثلا من 3 ل 5 واللي قطع من 4 ل 6 واللي بقت قطع من 5 ل 8 وبيقول لك رجع 9 وقطع 9 ونص. الناس ماشيه في شوارع بكشافات. احنا في حقيقه يعني ايه اللي بيحصل ده؟ احنا في خمسه والله العظيم، الناس بتموت حرفيا. الناس مولعة كشافات، الناس مولعة كشافات، يا نهار أبيض، إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ مولعة له عين كشاف عربية عشان يعرف يشتغل، دي منطقة صناعية المفروض هنا في الحي السادس، الناس ماشية بكشافات في الشارع وإحنا في الصيف، أمال قاعدين في البيوت بقى، يا نهار أبيض، الدنيا موت حر. وقف
اقسم بالله حرام اقعد الكهرباء كل شويه. انت قلت 3 ساعات في اليوم، تخلتهم 3 مرات في 3 ساعات، ده كده كتير. احنا عفنا وكملنا، واقسم بالله وحيتنا طلعت على الجيران وكده، احنا هنموت والجيران هتموت. انتوا عايزين تخلصوا علينا يعني؟ قولوا لنا احنا نموت نفسنا عشان كده نرتاح بجد. وحيتنا والله كملنا وعفنا، واقسم بالله كده كتير. مواطنينا ودي صرخاتهم، وده جزء والله اللي ينفع يتعرض يعني، او جزء من اللي ينفع يتعرض.